جلسات الى ان تمكن بورقيبه بما يمتلكه من نفوذ ومن كاريزما ومن امكانيات ووسائل اقناع من تغيير المعادله، وتم التنظيف في الدستور على حق المراه في الترشح وفي الانتخاب، يعني حق كامل غير منقوص. اختلافات، حبيت نقول ان الاختلافات كانت كثيره داخل المجلس. طالت السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. حتى عندما وافق النواب على تغيير الدستور من دستور ملكي برلماني الى دستور رئاسي، تواصلت الاختلافات حول مفهوم النظام الرئاسي. النواب قبلوا النظام الرئاسي على امل ان يكون النظام شبيه بالنظام الامريكي او النظام الفرنسي، حيث يكون هناك فصل حقيقي بين السلطات التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه. تعرف معناها الغربيه في امريكا حتى تعيين مدير عام المخابرات الامريكيه يوافق الكونغرس على هذا التعيين. فكان هناك حلم بتركيز نظام رئاسي على الطريقة الأمريكية أو الجمهورية الخامسة الفرنسية، في حين بورقيبة كان يرغب في نظام رئاسي أو أصبح يسمى فيما بعد نظام رئاسوي، يعني فردي، يعني مطلق السلطات لبورقيبة لرئيس الدولة والسلطة التنفيذية. من السلطة التنفيذية تتقلب الأمور لأن أصبحت في شخص واحد. طالت الاختلافات الجانب الاجتماعي والاقتصادي. هناك دفاع عن الاشتراكية داخل المجلس، دفاع عن القطاع العام مقابل دفاع عن الليبرالية والملكية الخاصة والقطاع الخاص، يعني زوج رؤى لا يجمع بينها أي شيء، رغم أن الاثنين في قائمة واحدة كانوا. قائمة واحدة، مش هذا سيوعي اشتراكي وهذا رأس مالي، لكن كلهم في قائمة الجبهة القومية. لكن داخل الجبهة القومية كل واحد كشف عن برنامجه الحقيقي، وربما كان بورقيبة يرغب باش تكون القائمة نتاعو متنوعة. طالت الاختلافات الجانب الثقافي. بالناس يقولوا تونس عربية مسلمة، والناس يقولوا تونس دولة ذات سيادة مستقلة لغتها العربية ودينها الإسلام. لماذا كل هذه الاختلافات؟ لأن النواب مرجعيتهم تختلف. نجد نواب ينتمون للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابات العمالية، نجد نواب ينتمون لنقابات الأعراف، نواب ينتمون لاتحاد الفلاحين، نواب مستقلين كما محمود الماطري وحمد بدر وغيرهم، ونواب لهم ثقافة زيتونية من خريجي جامعة الزيتونة والجامعات المشرقية، وثقافتهم عربية إسلامية. كي تسمع تشوف مداخلات بعض النواب في تلك الفترة وتقول ربما هذا نحي الاسم ونحي الفترة، تقول هذا واحد ينتمي لحركة ذات توجه ديني توا في الوقت الحاضر في تونس، عندما حتى فرق كما الشيخ النايفر وغيره. ونواب من خريجي الجامعات الغربية الليبرالية، من متأثرين بثقافة الجمهورية الثالثة الفرنسية، الجمهورية العلمانية اللائكية تروجيام ريبوبليك معروف. نواب عرب مسلمين تونس، ونواب يهود أندري باروش وألبير بسيس. يعني هل بالإمكان أن نجد في قائمة الآن في تونس نواب لهم ديانة يهودية؟ يعني هذا الفرق بين تونس 56 وتونس 2011. الاختلافات اسبابها ايضا جهويه. ظهور الخلاف الجوي مش جديد، توا الناس توا اختلافات جهويه. 56 هناك كان يدافع عن الجنوب عن الوسط، كما رئيس المجلس التاسيسي سنه في 57 58 المرحوم جلولي فارس كان يدافع بقوه عن الجنوب و ضرورة توزيع الخيرات توزيع عادل على كل الجهات، والنواب ينتمون إلى الساحل وإلى تونس العاصمة تلك الفترة. بحيث هذا الاختلاف وهذا التنوع نجح بورقيبة في التحكم فيه، ونجح في
سني وصياغتي والحصول على دستور سنة 59 على مقاسه. وهذه كلمة المرحوم الباهي الأدغم قالها لي بالحرف الواحد، ذكرها لي، قال لي أنا قلت للرئيس هذا المشروع الذي تريد أن نصوت عليه راهو على مقاسك، إذا كانت شكله الشعب الآن الشعب التونسي لأنه يحبك، لكن بعد راهو الشعب ما هو شكله. قال أنا اللي يهمني أعطيني الدستور هذا باش نحكم به في الفترة هذه ومن بعد ما نعرف. دونك الإطالة ساعدت بورقيبة على سن ذلك الدستور. هنا ربما المجلس القادم سنة 2011 ربما يطول حتى تطيب الأمور على نار هادئة ويقع سن الدستور كما يحبوه الأغلبية التي ستنجح في الانتخابات المقبلة. عامل الزمن عامل مهم في نوعية الدستور اللي بيكون عندنا. في 3 سنوات الظروف تساعد كما ستساعد الظروف المجلس المقبل سنة 2011. برشا معادلات تتغير وبرشا توازنات تتغير داخليا وإقليميا ودوليا. في سنة 56 بورقيبة راهن على الزمن لإضعاف التيار المنادي بتوازن حقيقي بين السلطات. ربي عاونه وهو زاد ذكاء عاونه علي البلهوان توفى. كان من التيار اللي ينادي بالتوازن بين السلطات. كان متمسك بقوه لكن توفي رحمه الله بسكتة قلبية. أحمد بن صالح كان مشاكس وكان متمسك بالتوازن بين السلطات ومتقوي باتحاد الشغل. تم إزاحته من اتحاد الشغل. وتم كسب اتحاد الشغل وابعاده عن دوره. هنا احنا لازمنا جواك هذه مهمه باش ننتبهوا لما سيحصل سنه 2011. سنه 56 وقع تداخل كبير بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني. الاحزاب السياسيه دورها معروف. استعداد للحكم، اعداد برنامج، والهدف هو الوصول الى السلطه. المجتمع المدني دوره معروف. كل جمعية أو منظمة تدافع عن جزء من اهتمامات المجتمع، البيئة، المرأة، أي حاجة يهتم بها المجتمع وتتمسك بذلك البرنامج بغض النظر عن الحكومة التي ستحكم. تقول الحكومة هذه بتاعي ما ننقدهاش في حقوق الإنسان وهذه ننقدها فيه. لا، أنا أدافع مثلا عن حقوق الإنسان أو عن حماية البيئة أو عن حقوق المرأة، سأبقى أدافع عن هذه الحقوق بقطع النظر عن الحكومة الحاكمة. النقابة تدافع عن تحسين الأصول. الذي حصل في 56 أن الاتحاد العام التونسي للشغل تخلى عن دوره الاجتماعي وانخرط ودوره المدني كنقابة كجمعية وانخرط بالعمل السياسي. تم ادخال تقريبا 5 أو 6 من قيادات اتحاد الشغل الى الحكومه، اصبحوا وزراء. لانه كان عندهم دور داخل المجلس التاسيسي، دور قوي، دفاع عن نظام متوازن السلطات. احمد بن صالح دخل الحكومه، مصطفى الفيلالي، محمود المسعدي، الامين العباسي، يعني مجموعه كبيره. تقريبا كان حبيب عاشور واحمد التريلي ما دخلوش الحكومه، لكن كانوا اعضاء بالديوان السياسي للحزب الحر الدستوري. هذا التداخل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي جعل بورقيبة يؤثر كل المجتمع ويحتوي كل المجتمع بطرفيه السياسي والمدني ويوجهه في الاتجاه الذي كان يرغب فيه وهو اتجاه النظام الرئاسي الفردي في مرحلة ثانية. بحيث بقدر ما ندافع عن الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ودعوة الجمعيات إلى القيام بمهامها فقط والاختصار على مهامها فقط، بقدر ما نضمن ان كونتر بوا، السلطة المضادة. السلطة المضادة في سنة 56 كانت غائبة. جسدها في البداية الوصفيون الذين اعتمدوا على المعارضة المسلحة، العنف المسلح.